هذا البرنامج برعاية كل عام وأنتم بخير أعزائنا المشاهدين. يعني العيد الأضحى على الأبواب، ويمكن أكثر ما يثير القلق في البيوت المصرية النهاردة، وخصوصا يعني رب الأسرة، الأسر محدودة الدخل تحديدا، شايل هم العيد الأضحى. يا ترى هقدر أوفر لحمة لأولادي السنة دي ولا لا؟ يعني أكيد في ضغوط حياتية كتيرة جدا، محدش ينكر أبدا ارتفاع الأسعار يعني، وجشع التجار في المرحلة الأخيرة اللي ضاعف كمان يعني الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار. كل دي كانت عوامل كتير جدا غلت المعيشة على المواطن المصري، لكن أكيد الدولة المصرية يعني حاطة نصب أعينها إزاي إنها تدعم المواطن محدود الدخل، وأكيد وزارة الزراعة لها دور في هذا المجال بجوار منافذ القوات المسلحة دايما، ووزارة التموين طبعا بتقوم بدورها بده عبر الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الاستهلاكية اللي منتشرة في ربوع الجمهورية. كلهم بيشتغلوا مع بعض في تناغم شديد جدا انهم يوفروا السلع للمواطن باسعار مناسبه. هيكون معنا وظيفي وظيفكم في هذه الحلقه الاستاذ اسامه رسمي، مدير عام التسويق بقطاع الانتاج بوزاره الزراعه. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. سنه وحضرتك طيب. طبعا اعتبر يعني موسم عيد الاضحى من المواسم اللي بيبقى فيها ضغط شغل شديد جدا عندكم، بالاضافه طبعا الى شغلكم طول السنه، فعايز اعرف النهارده استعدادات قطاع الانتاج لتوفير اللحوم في العيد الأضحى. احنا ان شاء الله من بقالنا بتاع شهر كده معالي الوزير اطلق حملة لتوفير اللحوم السوداني المبردة بسعر 58 جنيه عبر منافذ متنقلة بتجوب مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات والمناطق الاكثر احتياجا، زاد ان اللحوم الهندي والبرازيلي برضو متوفرة في المنافذ اللي هي هتكون مجمدة. جميل. طبعا كان في الفترة اللي فاتت كده طلعت شوية اشاعات كتير قوي من الصحافة الصفراء ومن الناس اللي عايزة تولع الدنيا، ان الوزارة بتقوم ببيع اللحوم المبردة على انها لحوم بلدية مصرية، واعتقد ان يعني حضرتك ممكن توضح بقى وتبين للناس يعني قد ايه في ناس مغردين، الهدف الرئيسي لهم هدم كل حاجة حلوة احنا بنقوم بيها. والله احنا كل تصريحاتنا بتقول ان هي لحوم سوداني مبردة، وبتقول ان هي وحتى اليافطه اللي مكتوبه على المنافذ لحوم مستورده، فاحنا عمرنا ما بنغش المواطن ونقول له دي لحوم بلدي، لان بتبقى باينه كمان اللحوم المبرده السوداني او اللحوم المستورده عن اللحوم البلديه. في بعض الناس بقى بتحاول تشكك في شغل وزاره الزراعه عموما، صحيح، وتقول ان هم بيبيعوا لحوم بلدي عن اللحوم المستورده والكلام ده كله. احنا اهم حاجه عندنا صحه المواطن، واهم حاجه ان احنا نبيع له باسعار مميزه جدا، وكل منافذنا خضع لإشراف هيئة الخدمات البيطرية والمديريات الطب البيطري، وأي خطأ فيها طبعا ده بيبقى مرصود. ده أنا عايز أشهد بحاجة كمان يعني رصدتها بنفسي، يعني في أثناء تصويري إحدى التقارير في منافذ وزارة الزراعة يمكن رصدت مخالفة عملتها لكم وزارة التموين عشان السقف كان مشقق أو محتاج بس يتبيض. فأنا عايز أقول يعني مفيش أي نوع من أنواع التغطية، على فكرة مفيش أي نوع من أنواع المجاملات، الناس دول في المنافذ بتاعة وزارة الزراعة السنة اللي فاتت أخذوا مخالفة عشان السقف كان عايز يتبيض، يعني لا كان في مشكله في النظافه ولا في الثلاجات ولا في اي حاجه، واخذوا مخالفه زيهم زي اي محل بره. يعني كل هذه المنافذ خاضعه لرقابه وزاره الزراعه، بالاضافه انها كمان خاضعه لرقابه الرقابه البيطريه ورقابه التموين، ويمكن يعني زيكم زي اي حد. بالظبط زينا زي اي حد. جميل، لان المخطئ لازم يعاقب يعني. خليني اوضح للناس يعني ايه لحوم مبرده او شيلدد، يعني شيلدد بيف، شيلدد حاجه والفروزن حاجه، عايزين نبين الفرق. يعني الفرق بين الذبح وبين العرض قد ايه يا فندم؟ اللحوم المبرده دي لحوم بتيجي عجول، بتيجي من السودان حيه، بتيجي حيه من السودان، كويس، وبتتذبح في محجر ابو سمبل، كويس، تحت اشراف هيئه الخدمات البيطريه، كويس، وبعد كده بتيجي في برادات للقاهره بنستلمها احنا بقى، نبدا نحطها في ثلاجات عشان تتباع للمواطنين، بيبقى في خلال اربع خمس ايام يعني. في خلال اربع خمس ايام. يعني نفهم من كده ان هي بتيجي حيه، بتيجي حيه وبتدي. طيب بتاخد طابع لونه ايه يا فندم؟ ازرق. الازرق. يعني الطابع الازرق ده عشان بنثبت للناس ان دي لحوم برضو مستورده، مش لحوم بلديه، لحوم بلديه بتبقى خيط محمر.
طبعا اللي عايز يعمل لاب 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 او عايز يعمل مشكله او عايز يثير اي مناوشات هيروح يقول ان وزاره الزراعه بتبيع لحوم مستورده على انها بلديه، اي لحمه عليها ختم ازرق هي لحمه مستورده. بالزبط. مش معنى ان حضرتك شايفها بره الثلاجه ومتعلقه ده معناها ان احنا بنقول ان هي بلديه، لا هي مستورده ولكن مذبوحه عندنا هنا في مصر وبس في الثلاجات. طيب خليني برضو اطمن الساده المشاهدين، بعد ما بيعدي عليها 4 5 ايام او مده الصلاحيه لهذه اللحوم. لا دي مش مده الصلاحيه، دي مده تداولها. مده تداولها المواطن لما بيشتريها بقى بيحطها في بيته، يعني اي حد بيشتري لحمه. جميل. طب اذا عدت مده تداولها داخل المنافس بتعملوا فيها ايه؟ لو ايه؟ لو عدت مده التداول، يعني مثلا علقتوا تبيحه النهارده سودانيه مذبوحه عندنا وقعدت عندكم اسبوع مثلا ما اتباعتش، بتعملوا فيها بتعدم فورا. بتعدم. بتعدم. تمام على طول. يعني بحب انا بس حابب اطمن الناس. لا لا لا. طيب بالنسبه برضو للترهات اللي اتكلمت عن يعني قله جوده اللحوم السودانيه، رغم ان سبحان الله السودان ديت من اخصب المراعي اللي ربنا خلقها في الدنيا، يعني حضرتك تحب تقول ايه في جوده اللحوم السودانيه مش المعروضه؟ هي مش قله جوده، بس هو اختلاف المرعى في مصر عن السودان هو ده اللي ممكن يدي تغيير في الطعم شويه. كويس. انما هو مش قله جوده. نتكلم عن قيمه غذائيه النهارده؟ القيمه الغذائيه ممتازه، لان هي لو حاجه مش كويسه عمر ما هيئه الخدمات البيطريه هتسمح بان هي تخش البلد يعني. فبقول لحضرتك العجول بتيجي حيه وبتتذبح في محجر ابو سمبل تحت اشراف بيطري، وبتيجي هنا برضو القاهره بتبقى في لجنه من الطب البيطري هي اللي بتستلمها وبعدين بتوزع على المنافذ، والمنافذ بتاعتنا كلها خاضعه لرقابه مديريه الطب البيطري سواء في القاهره في الجيزه في المحافظات، اي خطا هم بيتولوا عمل المحاضر اللازمه ليه يعني. جميل جدا. طب النهارده لو قلنا اللحوم الطازجه والمجمده عندكم، الحيوانات الحيه كمان استعدادا للعيد الاضحى، النهارده قطاع التسويق عندكم في قطاع الانتاج عفوا في وزاره الزراعه هيقدم ايه خدمات بالنسبه للذبائح الحيه؟ هي وزاره الزراعه بتوفر الخرفان والعجول الاضاحي على مستوى المحافظات باسعار مميزه عن بره، يعني العجول الخرفان ب 38 جنيه دي واحده، الخرفان ب 38 جنيه حيه. ده الخروف البلدي ولا الخروف البرقي؟ بلدي. البلدي 38 جنيه والبرقي؟ جنيه. لا ما عندناش برقي. مفيش برقي السنه دي. كويس. عجول بقري ب 36 جنيه. 36 العجول البقري. الجاموسي ب 34 جنيه. بقري والجاموسي ب 34 جنيه. دي كلها اسعار مميزه عن بره، لان الخراف مثلا بره يعني 40 42 جنيه. ده واصله 45، هتوصل 45 على العيد كمان. على العيد بالظبط كده. جميل. يعني طب هل النهارده المستهلك هيروح يشتري الخروف بتاعه ويمشي بيه، ولا يقدر يسيبه عندكم لحد ميعاد العيد اضحى ويسحبه يوم العيد او يوم الوقفه؟ بص حضرتك احنا بنعمل نظام ان بنفتح باب الحجز. كويس. للخرفان دي بيبقى كل مواطن بيدفع اعتقد 500 او 1000 جنيه وبياخد بيهم ايثار. كويس. بيروح بقى يستلم من واحد ذي الحجه، بيبدا التسليم في المزارع بتاعتنا. لحد امتى يا فندم؟ لحد يوم الوقفه. لحد يوم الوقفه شغالين؟ لحد يوم الوقفه. كويس. بس طبعا كل ما بيروح بدري كل ما بيبقى فرصه انه يختار اكتر، لان انا مثلا انا خدت دلوقتي وقدامي فرصه ان انا انقي من في فرايتي في الاختيار من 1000 واحد، هو يختار اللي هو عاوزه. كويس. وحضرتك بتحاسبه في الاخر على الميزان وهو بيستلم ولا على الميزان اثناء الشراء؟ ما هو لما بيجي عندنا بيشتري لازم يستلم الخروف بتاعه، انا يعني طالما وزن ودفع لازم يطلع بيه. لازم يطلع بيه. يعني ما ينفعش يسيبه عندكم مثلا يجيب له اكل يفضل عندكم؟ لان برضو منعا من انا مثلا شايل الخروف ده عندك فانا هاجي اقول لك مثلا انا عايز الخروف ده فاقول لك لا ده واحد اشتراه، هتقول لي لا ده انتوا شايلينه الناس معارفكم والكلام ده كله. فانتوا عايزين تطلعوا من الكلام ده خالص. تشتري حضرتك الخروف بتطلع بيه على طول. طب حضرتك بقى ممكن ترصد لي كده من فضلك المنافذ، لان اعتقد ان في عدد كبير جدا من المشاهدين النهارده مستنيين يعرفوا فين منافذ وزاره الزراعه اللي يروح يقدروا يشتروا منها اضاحي امنه مكشوف عليها كويس بيطريا مضمونه ما فيهاش اي مشاكل. هي بالنسبه لقطاع الانتاج هو مجمع كل الخراف بتاعته في مزرعه جزيره الشعير في القناطر الخيريه. جزيره الشعير. ممكن الخيرية. توصيف احسن للمكان يا فندم؟ هي مزرعه جزيره الشعير دي معروفه في القناطر يعني. يعني هي مكان معروف. مكان معروف في القناطر، لان كل سنه بيبقى فيه الاضاحي والخراف وعجول يعني. يعني كل اللي عايز النهارده الاضاحي بتاعه وزاره الزراعه يروح جزيره الشعير؟ لا بيحجز الاول. فين؟ في مبنى تحسين الاراضي. ده فين ده يا فندم؟ مبنى تحسين الاراضي في شارع نادي الصيد. في شارع نادي الصيد. طب يعني الناس اللي عايزه تحجز من وزاره الزراعه تتابع معانا. مبنى تحسين الاراضي هيروح يحجزوا من هناك في شارع نادي الصيد. أيوة. الدور السادس.
او من قطاع الخدمات في وزاره الزراعه. مكانه فين برضو؟ ده في الديوان العام نفسه، في ديوان عام الوزاره. اه كويس. يروح هناك يدفعوا 1000 جنيه تقريبا وياخدوا ايصال تقريبا. اه المبلغ اللي بيدفعه بياخد بيه ايصال، بيتخصم من قيمه الشراء لما يروح يوزن خروف ويكمل ثمنه. يعني هو دلوقتي هيروح جزيره الشعير بالايصال، بالايصال يتخصم منه 1000 جنيه هناك. ان الخروف اللي هو عايزه بيتحط على الميزان بيتوزن، بيطلع مثلا ب 1500 مثلا، هو دفع 1000 بيكمل 500 جنيه بتاعته، وياخد الخروف ويتوكل على الله. الخروف ويتوكل على الله. جميل. طيب خليني اطمن برضو الساده المشاهدين النهارده، ايه الميزه النسبيه اللي هتقدموها عن غير السعر، عن الناس اللي بتبيع الاضاحي بره، عن الجزارين يعني؟ غير السعر انا عندي الميزان لازم يكون مظبوط جدا. ميزانك مظبوط؟ ميزاني مظبوط جدا. جميل. العليقه اللي معايا اللي انا بديها للحيوان ما مش بتساعد ان هو يشرب ميه كتير ويوزن وزن على الفاضي يعني بره. ايوه. بياكلوه عليقه فيها ملح فبيشرب ميه كتير، فلما بيجي يوزن بتفرق معاك مثلا 4-5 كيلو. لا انا باكله عليقه عاديه جدا، وبيجي الزبون بيشتري في الوقت اللي هو عاوزه، يعني ما فيش وقت محدد انا بجبره بيه، والميزان قدامه مظبوط جدا وخضع لاي الرقابه من اي جهه. في الموازين اكيد كشف على الموازين بتاعتنا وكلها مختومه وتمام. فبياخد الخروف من عندنا مطمن ان هو ما نضحكش عليه يعني. طيب يعني في جزيره الشعير في اطباء بيطريين متابعين حاله الخراف هناك، بيقوموا بالكشف عليها بشكل بيطريين. في قطاع الانتاج في اطباء بيطريين بيشوفوا طبعا الحاجات دي كلها. يعني انتم متابعين برضو الحاله طبعاً البيطريه للذبائح بتاعتنا لحد ما تتباع كلها. اهم حاجه عندنا صحه المواطنين، دي خط احمر محدش يتعداه. يعني احنا دايما بيكون عندنا ثقه في وزاره الزراعه، ويعني احنا كاميرات مصر الزراعيه رصدت قد ايه المواطن المصري بيثق في منتجات وزاره الزراعه، وخصوصا منتجات قطاع الانتاج. في مجال عسل النحل طبعا تلكم باع كبير جدا، في مجال زيت الزيتون، في مجال المربات، يعني بتوفروا كمان التمور في شهر رمضان وشنط رمضان. المنافس بتاعتنا بتوفر جميع السلع الغذائيه سواء خضار، فاكهه، لحوم، دواجن، عسل، زيت زيتون، منتجات مركز البحوث من المربات وماء الزهر وماء الورد، جميع المنتجات الغذائيه متوفره في مركز. انتوا في العسل رقم واحد بصراحه يعني، انا بحييكم. لكن النهارده عايز اتكلم كمان عن موضوع مهم جدا، انتوا كنتوا شغالين في موضوع المورينجا. المورينجا يعني كنتوا شغالين كمان في مجال شتل شتلات الكيت والمانجا، فخلينا نشوف بقى يعني الجزء الثاني من قطاع الانتاج النهارده بعيدا عن المنتجات الغذائيه، بتقدموا ايه ثاني خدمات للمواطن المصري او للمزارع المصري؟ احنا بنقدم برضو تقاول المورينجا، دي موجوده عندنا في المنافذ. انما الشتلات دي في اداره عندنا، اداره المشاتل هي اللي تقدر تتكلم فيها اكتر مني بحيث توفير الشتلات. تابعه برضو لقطاع الانتاج؟ تابعه لقطاع الانتاج. تابعه برضو لقطاع الانتاج. في ادارات مشاتل، في اداره انتاج حيواني، تسويق، تفتيش مالي، مزارع حقليه، في حاجات كتير يعني. جميل. طب النهارده اذا كنا بنتكلم عن اللحوم اللي هي في اللحوم المبرده اللي موجوده في المنافذ، يعني تقريبا لو اتكلمنا عن اللحوم الضأن او اللحم الضاني، بيكون متوسط سن الذبيحه قد ايه تقريبا بالنسبه للحوم الضأن يعني؟ يعني هل هي مصنفه لامب مثلا؟ هل هي مصنفه حمل؟ ولا هي مصنفه خراف صغيره السن؟ ولا خبار خراف خراف متوسطه يعني؟ متوسطه السن يعني، مش كبيره زي ما لا الناس لا لا لا. يعني عشان في برضه ترهات كتير طالعه ان اللحمه بتشد واللحمه وحشه والكلام لا، هي اللحمه خليك عارف في ناس دايما تحب تكسر. هو في كمان في منافذ كتير بتحمل اسم وزاره الزراعه ولا تتبع وزاره الزراعه. مهم قوي ده. في منافذ كتير في عموم الجمهوريه بتتبع اسم وزاره، بيبقى كاتبه منفذ بيع منتجات وزاره الزراعه، كاتبه مركز البحوث الزراعيه، كاتبه حاجات كده، ولا تتبع وزاره الزراعه باي صله. يعني من المفارقات ان طبعا الاستاذ محمد البدري، انا بوجه له التحيه، يمكن هو كان قائم بنفس المنصب اللي حضرتك موجود فيه النهارده. كان مدير عام التسويق بقطاع الانتاج، وكان مشرفني في اذاعه صوت العرب وبساله عن المنافذ، فقال والله في منافذ يعني بتحمل اسم وزاره الزراعه واحنا مالناش علاقه بيها. وكل فوصفت له منفذ في نفس الشارع بتاع يعني ماسبيرو. قال لي ده مش تبعنا اصلا. قلت له ده حاطط كاتب وزاره الزراعه ونزل اعتقد ووجه له حمله يعني، وكان الموضوع كله كده. بنعرف منافذ من دي، بنبلغ الجهات الرقابيه عشان تقوم من بدورها بانها تغلق المكان ده كله يعني. طب يعني يمكن المواطن يا فندم يعني يتخدع في اليافطه. في عربيات برضو كاتبه انها منافذ بيع وزاره الزراعه مش تبعها، اي منتجات وزاره الزراعه خالص. طيب ولا تتبعنا نهائي. النتيجه لما بيحصل مشكله على طول بعض الصحف تقول لك وزاره الزراعه بتبيع حاجات بايظه وما اعرفش ايه والكلام ده كله.
جميل جميل. طيب يعني انا النهارده كمواطن مش هقدر افرق اليافطه، لان اكيد اللي هيعمل يافطه مزوره هيعملها طبق الاصل من اللي انتوا عاملينها، لكن اكيد انتوا لكم مجموعه من المنتجات اللي محدش هيبيعها غيركم، الا لما اخش ابص عليها كده اقول له لا ده تبع وزاره الزراعه، ده مش تبع وزاره الزراعه، اعرف ازاي الفرق بقى؟ منتج وزاره الزراعه مكتوب عليه مكان مثلا مركز البحوث الزراعيه، العنوان بتاعه، منتج وزاره الزراعه معروف. اصل انا عايز ادي طريقه للمواطن النهارده انه يفرق بين المنافذ المزوره والمنافذ اللي فعلا تابعه لوزاره الزراعه. هي المنافذ اللي هي المزوره دي كل الاكياس اللي فيها والحاجات دي انا شفتها يعني وتابعتها، غير الكيس بتاعي. والمنتجات بتاعتها برضو مختلفه، هو مجرد حاطط ليبل. يعني احنا مثلا مركز البحوث الزراعيه اي ار سي، هو بيعمل اي ال سي. بيبقى في اختلاف كده بسيط او اختلاف في الالوان. بس دي طبعا ممكن المواطن ينخدع فيها يعني. طب يعني ايه بقى الحاجه اللي لما اخش اشوفها في منفذ اتاكد ان المنفذ ده تابع وزاره الزراعه؟ هل لكم اصناف معينه مثلا؟ احنا بنقول دايما على الاماكن بتاعتنا اللي ممكن المواطن يتوجه ليها. انما بالنسبه للمنافذ المزوره دي، ده دور الهيئات الجهات الرقابيه ان هي طبعا بتقوم بغلقها كل ما بنبلغ عنها او هم بيشوفوها نفسهم يعني. طيب مثلا السيارات بتاعتكم اللي بتنزل، هل مثلا معاهم كارنيه معين او ورقه معينه؟ انا عايز بس اطمن المواطن، مش عايز يتخدع. جميع السيارات اللي بتطلع من عندنا بتبقى خارجه بتصريح من وزاره الزراعه. كويس. وبيبقى مع الليبل بتاعها مكتوب عليها. واغلب العربيات بتبقى سيارات حكوميه. يعني الارقام بتاعتها ارقام حكوميه. والسيارات اللي مش ارقام نقل. لا، السيارات النقل دي بيبقى معاها تصريح من وزاره الزراعه. لو ما فيش تصريح من وزاره الزراعه يبقى دي ما تتبعناش. يعني المواطن النهارده يروح يسال على التصريح ويبص عليه قبل ما يشتري. ممكن يشوف انه يقول له ان العربيه دي تبع وزاره الزراعه، طب فين التصريح بتاعها يعني؟ طب حضرتك في حصر النهارده سريع كده لمنافذ وزاره الزراعه سواء الثابته او المتحركه، هل في احصائيات او رقم معين عند حضرتك تقدر تفيدني بيه؟ وزاره الزراعه بتمتلك 352 منفذ ثابت. 352 منفذ ثابت. والحمله بتاعت اللحوم المبرده دي حوالي 35 سياره مبرده بتجوب انحاء الجمهوريه يعني. 35 ملهاش مكان معين يا فندم بتقف فيه؟ لا، احنا بنروح دايما المناطق الاكثر احتياجا، يعني المناطق اللي ما فيهاش منافذ بتاعتنا ممكن نوجه ليها عربيات، او بالتنسيق ما بين قطاع الانتاج وغرفه عمليات مجلس الوزراء مع رؤساء الاحياء والمحافظين، بيبقوا هم بيطلبوا فبتوجه ليهم عربيه على طول في المكان اللي هم طالبين. واصلين لحد فين يا فندم بعيدا عن القاهره؟ يعني ابعد محافظه واصلينها فين؟ بالنسبه للمنافذ الثابته ولا المتنقله؟ المتنقله احنا بنروح البحيره، بنروح المنيا، بني سويف، بنها، الحتت دي يعني. اعتقد انتوا وصلتوا لحلايب وشلاتين. المنافذ الثابته انا عندي منافذ في شارع العوينات، وعندي في الوادي الجديد، وفي المنيا، وفي في جنوب سيناء تبع الزراعه المحميه، وفي في شمال سيناء، في اغلب مناطق الجمهوريه يعني. جميل يا فندم. طب يعني كيف يمكن ان يتعرف المواطن على الخروف الجيد؟ هل في بعض المواصفات؟ لا، دي محتاجه دكتور بيطري. محتاجه دكتور بيطري. احنا كنا سالنا يعني احد الدكاتره البيطريين في هذا المجال فافادنا مجموعه من المعلومات يعني ممكن ننقلها اليكم. اولا الحيوان اللي هتروح تشتروه لازم يكون الحيوان واقف بياكل جوه السرب، يعني نبعد تماما عن الحيوان المنفصل عن القطيع ده اللي هنلاقيه واقف لوحده، ده نبعد عنه. الحيوان اللي ما بياكلش برضه نبعد عنه. بالنسبه للابقار تكون منطقه الفم مبلله، ما تكونش جافه. يعني البطن لما نخبط عليها ما تكونش بتحدث صوت تطبيل، ده معناه يعني وجود تخمه عند الحيوان او غازات شديده جدا. العين تكون بتلمع. كمان الودن تكون مستقيمه ما تكونش مهدله. الحيوان يكون بيتمتع بنوع من انواع الحيويه والنشاط. سن الحيوان نقدر نحكم عليه من خلال الفك السفلي والاسنان، ونقدر نشوفه مغير كام سنه. اذا كانت الاسنان عريضه ولونها اصفر يعني داكن نعرف ان الحيوان سنه كبير، اما اذا كانت الاسنان صغيره الحجم ولونها ابيض نعرف ان هو كده مش كسر سنه او كسر سنه او سنتين، وده اعتقد بيكون سن مناسب جدا في الخراف. وكمان الجلد بتاعه يكون خالي من البقع، يكون خالي من الجرب، يكون خالي من الجروح، يكون الحيوان بتاعنا كده بيتمتع بصحة وحيوية ونقدر نحكم عليه بشكل جيد. طيب هل في خطة يا فندم؟ حضرتك عارف طبعا قد ايه المواطن المصري وفي ظل الغلاء النهارده وجشع التجار مشتاق جدا لانه يشوف منفذ لوزارة الزراعة في كل حتة، فايه خطتكم في التوسع في انشاء المنافذ؟ والله احنا اي جهة حكومية بتبعت ان هي عايزة توفر ممكن توفر مكان لانشاء منفذ وزارة الزراعة، ف
فبتبعت لنا مخاطبات على قطاع الانتاج او على مكتب معالي الوزير، واحنا ما عندناش اي مانع نفتح لهم المنفذ طالما مجهز في خلال 48 ساعه. يعني حضراتكم عندكم استعداد تمدوا اي جهه حكوميه هتوفر لكم مكان فقط؟ حكومية. احنا ما بتعملش مع قطاع خاص، انا ما بتعملش مع قطاع، انا بتعامل مع جميع الجهات الحكوميه. اي جهه حكوميه عايزه منفذ وبيكون عندها المكان مجهز وكل حاجه، احنا مستعدين نمدها بالبضائع في اي وقت. يعني جميل جدا، يعني اعتقد في قطاع كبير جدا من موظفين الدوله نفسهم يلاقوا منفذ، فيعني انتم ممكن تتناقشوا كده مع رئيس الهيئه بتاعكم او رئيس المصلحه الحكوميه اللي انتم شغالين فيها، لو قدرتوا توفروا مكان وزاره الزراعه ما عندهاش مشاكل انها تحوله لكم لمنفذ لوزاره الزراعه في ظرف 48 ساعه. بالظبط، واحنا جاري بيجاري انشاء منفذ، توفروا ثلاجات ولحمه وبط وبقوليات وكل حاجه. التجهيزات دي بتبقى عليهم، احنا بنوفر البضائع. توفر البضائع فقط؟ بنوفر البضائع بس. طيب يعني بما انكم بتوفروا البضائع يا فندم، يعني هل فكرتم مثلا في ان البضائع بتاعتكم ديت ممكن تكون وسيله للشباب النهارده العاطل ان هو يبتدي يشتغل عليها او يبتدي يشتغل على بيع هذه المنتجات بتاع وزاره الزراعه بهامش ربح بسيط مثلا؟ والله هو الدور ده بتقوم بيه وزاره التمويل، ان هي بتشغل الشباب في المجموعه دي، انما احنا بالنسبه لنا كوزاره الزراعه بنعرض في المنافس بتاعتنا وفي اي منافس جهات حكوميه اخرى. جميل جدا، يعني هل في اقبال شديد على اللحوم بتاعتنا؟ طبعا، انت حضرتك تيجي عندنا المنافس بتشوف بنفسك. انا بروح اشتري من المنافس هنا في الدقي. بالظبط، يعني وخصوصا عسل النحل بصراحه بيعجبني جدا عندكم، بتمنى لكم دايما كل التوفيق والنجاح، بتمنى ان اشوف المنافس بتاعت وزاره الزراعه منتشره في كافه ربوع الجمهوريه عشان كل مواطن مصري يستفيد بهذا المنتج الجيد وكمان جوده السعر وبدا مناسبته لظروف المواطن اللي هو محدود الدخل. بشكر حضرتك جدا ضيفي العزيز الاستاذ اسامه رسمي مدير عام التسويق بقطاع الانتاج بوزاره الزراعه. بشكر حضرتك جدا يا فندم، كل عام وانت طيب ووزاره الزراعه كلها طيبه. اشكرك. شكرا يا فندم. اعزائنا المشاهدين، بانتهاء هذه الفقره بتنتهي معاها حلقتنا، يا رب تكونوا يعني استمتعتم بيها وتكونوا استفدتم بقدر جيد من المعلومات اللي حاولنا نقدمها واخترناها لكم بعنايه. بنقل لكم تحيه كل طاقم العمل في قناة مصر الزراعية، وإلى أن ألقاكم غدا لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه